هو موضوع يعني العقود. نعم هذا موضوعنا، هذه حاجه حقيقيه لانه هذا التخصص غير موجود، فجبنا محاضر صاروا عقود التنميه والمصطلح. يعني احنا هذه القضايا البسيطه التفصيليه بنصير بها تداخل تشريعي ويقطع الطريق علينا. جامعة القاسم الخضراء. شكرا جزيلا دكتورنا الفاضل. مجلس التنميه وكذلك مجلس الوزراء حصلت موافقتها لتسهيل الامر وتسجيل الاراضي باسماء الجامعات اللي حصلت على موافقه مجلس التنميه. سيد معالي رئيس وحده التعليم العالي المحترم الاستاذ الدكتور مجاهد مدينه تطغى على الحرام جملته فالصمت قبل ما يقوى عليه فضل. نحن جزء من كاهل وزاره التعليم العالي هي الجامعات المتحده بموضوع فقهي معين وموضوع منطقي يقول من زادت قيوده على الجامعه مستحدثه مثل جامعه سومر انه تواجد كبير وهذا يعني اداره من تم اليوم في جامعة نينوى عقد اجتماع حضوري وإلكتروني لرؤساء الجامعات المستحدثة مع رئيس وأعضاء لجنة التعليم النيابية. تم اليوم مناقشة أهم المشاكل والمعوقات التي تواجهها الجامعات المستحدثة واللي عدد 15 جامعة بالعراق، وما هي الخطوات المناسبة لدعم هذه الجامعات من ناحية توفير البنى التحتية والمنشآت والمباني وما إلى ذلك. وعدتنا هذه الهيئة النيابية بتوفير التخصيصات في الموازنة القادمة لدعم هذه الجامعات لكي تأخذ موقعها ومكانتها الطبيعية بين الجامعات الأخرى. كذلك أنا أبشر أهلي في نينوى أنه نحن الآن باشرنا بجامعة نينوى في منطقة العذبة، وسوف تكون مدينة جامعية على أرض مساحتها 1100 دونم إن شاء الله، تضم مجمعات سكنية ومدن طبية ومدن رياضية والعديد من الكليات. هذا الموضوع الكبير يحتاج إلى دعم استثنائي من حكومتنا الموقرة ودعم أيضا من وزارتنا الموقرة. احتضنت جامعة نينوى اليوم المؤتمر الخاص بالجامعات المستحدثة بعد أن تم طرح فكرة من قبل السيد رئيس جامعة نينوى بإنقاذ الجامعات المستحدثة وباستضافة رئيس لجنة التعليم النيابية الأستاذ الدكتور مزاحم الخياط وأعضاء لجنة التعليم النيابية في مجلس النواب، وذلك لإشراك وإدخال السلطات التشريعية في هذا الدعم الخاص بالجامعات المستحدثة. تلخصت الفكرة بتخصيص موازنات مالية مستقلة لموازنة 22 خاصة بالجامعات المستحدثة، ولا سيما أنه منذ تأسيس هذه الجامعات منذ عام 2014 لم تنظر لها بخصوصية خاصة بها من حيث الخطة الاستثمارية للمشاريع أو الموازنات المستقلة.